ما شاء الله، هذه الحكوكة أو الحكاكة، حكاكة الخبز، على كيف كيفك. ماشي، بالنسبة لحكوكة الخبز ضفنا قفشتين زيت وربع زبدة، وعندنا الزعفران منقوع الزعفران، وراح أضيف خبز الإيراني الخفيف هذا، نضيف العيش شوي شوي على الأطراف. ها بابا، ها بابا، خليني اشتغل، خليني اشتغل بابا، خليني اشتغل. ها بابا، نغطيه ونتركه لمدة 5 دقائق على نار عالية، وما شاء الله بعد ما تكون البخار اغطيه الغطاء بخرجة واخليه الحديدة على نار واطية لمدة نص ساعة الى 40 دقيقة. البعض يسألني ليش الخرجة هذه؟ الخرجة هذه نحطها لان البخار الصاعد ما راح يرد مرة ثانية العيش، فيمتص البخار الصاعد. وما شاء الله، وهذه الحكوكة، ملك الحكوكة، بسم الله.